في قديم الزمان كانت هناك مدينة رائعة، وكان هناك شخص رائع لديه أغنى سيارة على التاريخ، وكانت أسرع من كل السيارات، وكان يحترم القوانين دائما. ولكن في أحد المرة لقد شدد عليه أحد وأغبي عليه، ثم نهض قال: كيف من الذي شدد عليه؟ فاتصل بالإسعاف والشرطة وسألوه وقالوا له: من هذا الذي ضربك؟ فقال لهم: لا أدري، كنت أسوق وبعدها فتح إطاراتي وذهب وخدرني، والآن لا أدري أين هو. هل تعرف اسمه؟ لا أعرف اسمه. فانطلق وكانت تفحضه. لا ثم ذهب عند الإطارات: لا شكرا، لا عفوا، أحسن. وبعدها انطلق لكي ينام، بعدها ركب السيارة وسعد. فذهب إلى منزل عمته، فكان يتحمس. وبعدها أخيراً في أحد ساعدني، وصلت إلى بيت عمتي، وقد أركب السيارة، فقال: إلى اللقاء. فقلت: إلى اللقاء، تصبح على خير. فذهب إلى منزلي لكي